بين أزقة مخيم طول كرم، كانت عائلة الأسير المحرر بكر عمر خراوش تنتظر يوم الجمعة لتملأ سعادة قلوبهم بحفل زفافه، إلا أن سهماً حاداً قتل هذه الفرحة مع قيام قوات الاحتلال باعتقاله فجراً، وبذلك تم إلغاء مراسم الزفاف والاحتفال. إم بتجهز لابنها، كيف شعورها؟ كيف بده يكون تجهيزات للعرس؟ أنا وأخوته قرايبه وعزبته، الحمد لله رب العالمين، كسروا ستنا بس الحمد لله رب العالمين. يوم السجن مهما عدي ما يبعدك عني، عد الزمن وارجع إلي تلقاني مستني. أفرج عنه اليهود بشهر 9/2/9 معتقل، هي ب6/11 شهرين إله مفرج عنه من قبل السلطات اليهود. عندما تبكي الرجال لابد من ألم كبير أحل بهم، فوالد الأسير خراوش لم يقوى على الكلام لتتبعثر الكلمات وتمتلئ العيون بالدموع لاعتقال نجله قبل ساعات من حفل زفافه. أجوا على الساعة 2:30 بالليل طبلوا على الدار، فتحنا الباب دخلوا زي البهايم، خشوا على الدار وقعدوا قعدونا احنا بدار واحدة أنا والولادة والمرة وهذول ظلهم بالصالون، قالوا هات هوياتكم، أعطيناهم الهوية، أخذ هوية بكر، قالوا تعال على جانب لبكر، جيبوا له أواعي لبسوه الدنيا، سحبوا وظلهم طالعين به، ما شفتكم به اليوم عرسه هذا الزلمة، قال بنعرف إنه اليوم العرس تاعه وبني جايين ناخذه، بيعرفوا إنه اليوم العرس، وأخذوا ظلهم طالعين به. لم تقف إجراءات الاحتلال عند عائلة خراوش، حيث تسلل جنوده الليلة الماضية إلى منزل الشاب محمد عمير واعتقلوه بعد تحطيم محتويات المنزل والاعتداء على العائلة. سمعت ضجة برا، طلعت من الشباك لقيتهم موجودين في الشارع، صحيت أبو عمار طلع من الشباك منعوا قالوا له فوت جوا، فصار كل شوي يروح يطلع يخرب من الغرف النوم من الجوارير، طلع على السدة على الحمامات ما خلاش شيء، نفلوا كلياته على الأرض في جريهم على ظهر الكنبيات اللاصة الوسخ. هسه لما نزلت تحت بعد ما اعتقلوا نزلت بدي أخذ أشوف حمودي، بدي أشوف ابني، بنزلوه من الشحن بجروه ماسكين وجر من رأسه بيحطوا فيه على الأرض شحت. لتلفزيون الفجر الجديد ريهام أبو حبله.